السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة علي للتقنية. رجعنا وياكم اليوم درس جديد، درس مميز لأهم مهارات برنامج وورد مايكروسوفت أوفيس التي توفر لك الوقت والجهد وتعطي لمسة احترافية وتنسيق عالي جدا. كل ما عليك متابعة الدرس حتى النهاية، ولكن بعد الفاصل. نبدأ على بركة الله. أول مهارة ويانا اليوم بهذا الدرس هي عملية التحديد المتقدم. احنا هسه بالطريقة الاحتياطية بنريد نحدد، نضغط بزر الماوس الأيسر ونبدأ نحدد سطر سطرين ثلاثة أربعة، بس ما نقدر نحدد يعني كلمات محددة. فحتى نقوم بتحديد كلمات محددة، كل ما علينا هو الضغط على زر Alt من الكيبورد والنقر على الزر الأيسر بالماوس والسحب. ما تلاحظون جاي نقدر نحدد كلمات محددة أو أحرف محددة. مثلا ردنا نحدد فقط هالكلمتين أو هذول الثلاثة أو بس هذول. لاحظ حتى نصف الكلمة تقدر تحددها مثل ما تلاحظون، حددنا جزء معين من النص. المهارة الثانية تعتبر مهارة جدا مهمة وتسهل علينا الكتابة بصورة سريعة. نذهب إلى خيار فايل، هنا نروح على أوبشن، نروح على كلمة بروفينج، بعدين أوتو كوريكت أوبشن، نجي نضيف الكلمة اللي نريدها هنا، مثلا كلمة ANF اللي هي راح تصير infertility. طبعا نضيفون عدد كلمات اللي تريدوها. هسه هنا هواي اكو كلمات يعني تقدرون تضيفوها، فانجل ريبليس ان اوتو كوريكت انتري فول اف انتري اكزيت اوكي يس انجل اوكي. هنا انجل اوكي. هسه نجي نجرب نكتب اي ان اف مثل ما قلنا، فانا اختصار كبار كتابة. المهارة الثالثة حذف التنسيقات دفعة واحدة. مثلا انا هسه اجيت حددت هذولي، سويتهم باللون الاحمر وانطيتهم بولد، وجيت حددت هاي المجموعة سويتها بولد وانطيتها لون اخضر مثلا. لسبب ما اريد ارجع التنسيق مالتي الى الاصل مالته دفعة واحدة وبضغطة زر واحدة. احدد الكتابة من زر من الكيبورد، اضغط على زر كنترول وسبيس راح يرجع لي التنسيق مثل ما كان دفعة واحدة. المهارة رقم اربعة، في السابق عندما نريد نحذف كلمة نحددها بالمؤشر ونضغط ديليت او من باك سبيس نمسح لنا حرف حرف. احنا هسه لا ما نريد نمسح حرف حرف، نريد نمسح كلمة كلمة. نضغط من الكيبورد كنترول وباك سبيس مثل ما تلاحظون جاي يحذف كلمة كلمة. المهارة رقم خمسة، وطبعا هي هاي المهارة او كل المهارات اللي قلناها سابقا تشمل اللغة العربية واللغة الانجليزية. هاي المهارة اثناء الكتابة وصلت الى معلومة تحتاج تعرف معناها او تريد تضيف تعليق اثناء الكتابة عليها. اللي نفرض انه هسه عندنا هاي الكلمة الكارديوفاسكولار، اذا حبيت اعرف شنو معناها يعني التفسير مالتها او شرح عنها، قليل عليه انقر بزر الماوس الايمن واقول له سيرش. انا راح يبحث عن طريق الانترنت وراح يعطيني معلومات عنها. كل ما علي اخذ الفقره اللي احتاجها واضم منها تفسير لهذه الكلمه. مثل ما تلاحظون بحث لي من داخل الاوفيس او الوورد بالانترنت الكلام اللي اريده وانطاني صور عنه وكذا، واي شيء احتاجه من الصور او كتابه اقدر ادرجها داخل الملف. المهارة رقم ستة، نسخ التنسيق المتقدم. لنفترض أن التنسيق الذي وصلنا إليه هو هذا التنسيق الذي في البداية كان اللون المطلوب اللون الأحمر وحجم الخط 14 تايم نيو رومان. نلاحظ هنا الخط يختلف، حجم الخط يختلف، وكذلك هنا يختلف نوع الخط وحجم الخط. فبدلا أن نذهب إلى كل فقرة ونعيد تنسيقها يعني
منفصلة عن الأخرى. كل ما علينا نسويه التنسيق اللي نريده، نجي نحدد التنسيق اللي نريده، نذهب إلى الهوم، بعدين فورمات باينتر من علامة الفرشاة ننقر عليها. كل ما علينا نحدد الفقرات اللي نريد نساويها، وراح ينتقل التنسيق الأولي إلى تنسيق باقي الفقرات بأسرع وقت. المهارة رقم 7، عملية النسخ المتقدم. لنفترض أن يعني ردنا ننسخ أكثر من كلمة، وردنا نلصقهم في مرة واحدة. شلون الطريقة؟ لنفرض أنه نسخنا هذه الكلمة، سوينا لها كوبي، ونسخنا هذه الكلمة أيضا، سوينا لها كوبي، ونسخنا هذه الكلمة، سوينا لها كوبي. هسه من نجي نلصق، شنو راح يلصق لنا؟ راح يلصق لنا آخر كلمة قمنا بنسخها. زين، شلون نقدر نلصقهم كلهم مرة واحدة؟ كل ما علينا نذهب إلى زر الهوم، بعدين من كلمة كلايبورد، ومن هذا السهم من هنا ننقر عليه، راح يطلع لنا الكلايبورد جميع الكلمات اللي قمنا بنسخها. كل اللي علينا نسويه مجرد نضغط هنا راح ينزل لنا هذه الكلمة، كذلك ندوس انتر، نضغط هنا نسوي لنا هذه الكلمة، وبالتالي نقدر ننسخ أكثر عدد ممكن من الكلمات ونلصقهن مرة واحدة أو بالوقت اللي نحتاجه. المهارة الثامنة، في حال أردنا رؤية الصفحة كاملة لرؤية الحواشي وترقيم الصفحة، كل ما علينا هو ضغط زر كنترول من الكيبورد مع تحريك عتلة الماوس للتكبير والتصغير. مثل ما تلاحظون صغرنا الصفحة وهيجي كبرنا الصفحة مثل ما نريد. المهارة رقم 9، لوضع فواصل بين الفقرات. نضع المؤشر، نضع علامة الناقص 3 مرات، ونضغط على انتر من الكيبورد. مثل ما تلاحظون هسه شفت ورقم 8 3 نجوم، واضغط انتر، كذلك شفت وعلامة الناقص 3 مرات، واضغط انتر. مثل ما تلاحظون انطاني 3 انواع من الفواصل بأسرع وقت. وصلنا إلى المهارة العاشرة والأخيرة، لتثبيت ملف. طبعا أكثر الملفات استخداما، على سبيل المثال ملف البحث اللي هو أكثر شيء احنا نفتحه، نروح على زر فايل البحث اللي نحتاجه، نضغط على علامة الدبوس، راح يتثبت عندنا هذا الملف بالبداية. فكل اللي علينا أول ما نفتح برنامج المايكروسوفت أوفيس راح نلقى الملف بالبداية، فما يحتاج نروح للفولدر وندور عليه ونفتحه، راح يكون أمامنا. وصلنا وياكم لنهاية الدرس، أتمنى لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وترك تعليق مشجع دعما للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.